بالعافية، وكل عام وأنتوا الجميع في خير، وربي بجاه النبي يكون سنة خير وأمان على الجميع العالم يا رب. وخلي لنا جلالة الملك أبو حسين، ويا رب بجاه النبي وخلي جميع المسلمين وإن شاء الله أمان أمان وتمام يا رب يا الله. ويا رب حسن لي وضعي، اللي عايش على 20 دينار 83 دينار باخذ راتب وبحط منهن 65 دينار أجار دار، بضل لي 20 دينار، ولا التنمية ولا أي إنسان متعرف علي عشان باخذهن. والحمد لله وربي يفرجها على الجميع، وكل عام وأنتوا جميع العالم كلياتها بخير يا رب يا الله يا رب. ظلكوا بخير وظل ملكنا بخير وجميع المسلمين والدنيا كلها تظل بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، وأنتم بألف ألف خير، وربي يوفقكم إن شاء الله سنة خير على الجميع. إن شاء الله تكون سنة خير وسعادة على الجميع، وأم الأمن والاستقرار والسلام على كل الأمة العربية، وإن شاء الله إنها تكون سنة فرج لكل كرب الناس المكروبين واللي عندهم مشاكل، اللي عندهم قصاص، اللي عندهم مواضيع. الله يفتحها عليهم يا رب، ويجعلها إن شاء الله سنة خير على كل الأمة العربية، الإسلام، المسيحيين، جميع الفئات سواء عرقية أو دينية. الله يخليك ويسعدك، وإن شاء الله إنه الأحوال الاقتصادية بتتحسن على الجميع، لأنه شوية في ضائقة مادية على كل الدول العربية وعلى كل الناس تقريبا. فبتمنى أنه هاي السنة الجديدة إن شاء الله أنها تكون فيها الفرج، فيها الأمل، فيها الفرحة، فيها الحياة الحلوة اللي افتقدنا إلها. إلنا فترة يعني بنعيش بحياة حروب وكراب ومصايب، إن شاء الله إنها كلها تزول ونبدأ سنة جديدة وحلوة تعطينا الأمل، تعطينا الحياة، تعطينا الإشي الحلو اللي إحنا بنتمناه إلنا ولولادنا ولولاد كل الناس اللي حوالينا، سواء أقارب، معارف، أصدقاء، جيران، دول أخرى، بلدان أخرى، بغض النظر عن شو الدين، شو العرق، شو الأساس، شو الفصل، شو الأصل. كلنا طبعاً إحنا عالم واحد، وبنتمنى الخير والسلام لكل العالم إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعدك ويخليك، كل عام وانتم بخير. كيف أمنياتك بالسنة الجديدة؟ إن شاء الله يا رب أتجوز بالسنة الجديدة إن شاء الله، لأنه هي واحد واحد يعني فعلاً راح تكون تغيير على كل شيء، تغيير اقتصادي اجتماعي، واحد عزابي بصير متجوز، يعني نقول يا رب. إذا للزواج؟ أهم شيء هذا، أهم مشروع. أول شيء يعطيك العافية، أتمنى سنة خير على الأمة الإسلامية وعلى جميع العالم العربي إن شاء الله، وإن شاء الله إنه تكون سنة منيحة. والله نشكرك أول شيء، نتمنى تكون سنة خير علينا إن شاء الله جميعا وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. الله إن شاء الله تكون سنة خير على المسلمين جميعا، إن شاء الله يعم الأمن والأمان الأمة العربية والإسلامية كلها، وإن شاء الله ربي يحفظ المسلمين والمكان إن شاء الله. هذه الأمنية متاعي، وإن شاء الله تحقق الأمان علينا، ومع الله سعيد إن شاء الله ربي في الوجود، وربي يصلح الحال، يصلح حال الجميع، يصلح حال ليبيا وسوريا واليمن وجميع الدول العربية اللي فيها المشاكل، إن شاء الله ربي يصلح الحال، إن شاء الله ديما طيبين، وربي يحفظك ويحفظ إذاعتكم الطيبة. كل عام وأنتم بخير الجميع ولقائد الوطن، وربنا يديم علينا الأمن والأمان ويحفظ هذا البلد من كل مكروه. كمان الجميع. أنا توجهها للوطن العربي. والله إن شاء الله ربنا في أمن السلام والوئام على كل الدول العربية والإسلامية والوطن كاملة، ومنياتي للعالم كله الجديد بالحب والسلام إن شاء الله. طبعاً إحنا أمنياتنا يكون يعني نأمن ونأمن على هالبلد إن شاء الله، ويحمي جلالة الملك قائد الأعلى فوق رأسنا يعني، وبالإضافة الواحد زي ما بيحكوا إنه تحسن هالوضع إن شاء الله بالبلد، ويحمي الخير على الجميع إن شاء الله. والوطن العربي بشكل عام، أكيد الربيع العربي، سوريا الحمد لله هي رجعت فتحت الحمد لله رب العالمين، طبعاً مجالي بالسياحة يعني، فإنه الحمد لله رجع ترجع الأمور تفتح بشكل عام، ويعم الخير والوطن على البلد الوطن العربي كامل الحمد لله، وتوفيقنا للمنتخب الأردني يعني إن شاء الله بالنشامة. تصفيات كأس آسيا. آمين يا رب. كنت بألف خير. كنت بخير. كنت بألف خير. أمنياتك بالعام الجديد. يعني أمنياتنا نتمنى الخير للكل الحمد لله. نتمنى الحب والسعادة ينبسطوا ويكيفوا. وعم السلام. وعم السلام على الشعب الفلسطيني إن شاء الله والعالم كله. يا رب. إن شاء الله. والحمد لله وإحنا مبسوطين هنا وإحنا من فلسطين وجايين نطش بعمان.
ما شاء الله عمان بتجنن ومبسوطين والحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا بكم كلكم. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبي. عمنا جميع الامه الاسلاميه والعربيه بمناسبه هذا العام الجديد، ان شاء الله يكون عام خير للامه العربيه كلها. واتمنى لكل الدنيا كل مسلم وغير مسلم كل خير للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. بتمنى الامن والسلام يعم جميع بلاد العالم. والله يوفق جميع الناس ويهدي البال ويعطي كل مشتاق له. انا بتمنى بالسنه الجديده اني اتفوق بالدراسه. كل عام وانتم بألف خير على السنه الجديده، ان شاء الله تكون سنه سعيده على الجميع ان شاء الله، وتكون سنه خير. والله السنه تكون سنه خير على الجميع يا رب، على جميع المسلمين ان شاء الله، ونتمنى يكون الوضع يتحسن ان شاء الله. ان شاء الله تكون سنه خير وعلى كل الناس. أمنيتك في العام الجديد؟ أمنيتي يعني أمن الأمن والأمان في الدول العربية كافة مع الإسلام، يعني الدول الإسلامية عامة. ويعني أتمنى من كل إنسان بعد الـ 12 أن يصلح ذاته وأن يعني ينعم الله على النعمة والعافية اللي أعطائيها، وأن يشعر بالقيمة اللي يعني مضت في السنة الماضية. وإن شاء الله أهم شيء توحيد الأمة الإسلامية جميعاً، وكل عام والعراق وسوريا ولبنان ومصر والأردن بألف خير. أتمنى للأمة الإسلامية والعربية أن تكون بألف خير وتكون للأفضل، تخطو خطى للأفضل، تخطو خطى للتوحيد، اللي إحنا يعني هاي الحياة اللي إحنا عايشينها كأمة عربية. ما فيش حدا يعني كل واحد، كل بلد عربي كل واحد داير على مصالحه، ما فيش وحدة عربية اللي هي مصلحة الشعب العربي ككل والأمة الإسلامية ككل. وكل عام وانتم بخير وربنا يعيد ينعاد عليكم بالسلام. يعني بتمنى أول شيء للأمة العربية الوحدة الاقتصادية قبل الوحدة السياسية. إن لم نكن أقوياء اقتصاديا لا يمكن أن نكون أقوياء سياسيا. أتمنى أن تختفي الحدود وأن تعود سوريا كما كانت، أن تعود العراق كما كانت، أن تعود ليبيا كما كانت، أن تعود اليمن كما كانت. أتمنى الخير والسعادة لجميع العرب والمسلمين ولأمة العالم الضعفاء في هذا العالم أن يستقيم. يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير يا رب، ينعاد عليكم يا رب. إن شاء الله هاي السنة الجديدة 2019 تكون سنة جديدة لكم، إن شاء الله تكون نهاية لبداية جديدة. إن شاء الله يتحسن كل إشي في هاي الدنيا، إن شاء الله الخير يرجع زي ما كان أيام زمان، إن شاء الله لو نقدر نصحى قبل ما ينتهي وقتنا. فجد جد تحاولوا تخلوا هذا الشهر نهاية لكل إشي، مصايبكم لكل همومكم في هاي الدنيا، لأنه 2019 خلص خلوها جديدة. صح رح تحكوا لنا إنه كل سنة زي اللي قبلها وكل سنة، لا، حاولوا أنتوا تغيروا، حاولوا تحكوا إنه هاي السنة هي آخر سنة رح تكون مصايب، وفكروا مرة تانية وراجعوا حياتكم وأنتوا حياة جديدة، وكل عام وأنتوا بخير يا رب. والله يؤمن في العام القادم إن شاء الله أن يعم السلام العالمي والأمن والأمان على الأمة العربية والإسلامية. يكفينا من قهر وذل، يكفينا مما يعني شافته الشعوب العربية. صار واحد أمني عنده تفر عليه وكأنه ما مع خبر فيها. بنحكي 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 وسبحان الله المخبر ما بنعرف فيه. لكن نسأل الله عز وجل أن تكون أيامنا خير على الأمة العربية والإسلامية، ويعم السلام وعم الأمن والأمان عدونا العربية الإسلامية، ويتحرك هالعمل، تتحرك هالتجارة، تهدى هالناس، تهدى الأنفس، نعيش في وضع يحس الإنسان عايش حاله بني آدم أقل ما فيها. كأمة عربية والله مر علينا كثير، فعشان هيك الواحد حاب إن شاء الله إنه يحس حاله في جو يتمنى لو ربعه بس إنه يكون حصل عليه. أمنياتك للسنة الجديدة؟ إن شاء الله يعم السلام على هالأمة، ترخص الأسعار، بس أمن والأمان على هالبلاد. عالميا انه كل الناس تتصالح مع بعضها، ما يكون في اي مشاكل ولا في اي حروب. سوريا واليمن والبلاد العربيه كلها تفرج عليها ان شاء الله، واول من فلسطين ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين، اتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله. سنه سعيده، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. امنياتك بالعام الجديد؟ امنياتي بالعام الجديد انه خلينا نحكي نشتري شقه وافرش الدار. اتمنى للمنطقه العربيه الوطن العربي. والله بتمنى انه الواحد يعني يبطل يتفاجئ من شيء، لانه
آخر 10 سنين صراحة كانت كثير فيها تغييرات والواحد يعني شاف كثير بلاد وقعت، كثير بلاد راحت على أشياء يعني غير أخلاقية، أفضل جملة نستخدمها. فنتمنى إنه يعني أحوال العرب ونرجع نتمسك بالدين، لأنه من غير الدين ما راح الأمة العربية والإسلامية ما عمرها راح ترجع. نتمنى إنه إن شاء الله السنة الجديدة تكون سنة خير على هذا البلد وعلى الوطن العربي كله إن شاء الله يا رب، وتتحسن أحوال الناس، وإن شاء الله بكل حدا بتمنى أي إشي ربنا يعطيه اللي بده إياه ويعطيكم العافية. عام مبارك على الجميع، كل عام وانتم بخير، على شعب المنطقه كلياتها، يعني قمه امانينا احنا كشعب اردني وكاهل انه بلادنا فلسطين تتحرر، يعني لانه بصراحه يعني هذا الاحتلال الجاثم على صدورنا وعلى قلوبنا، يعني هو السبب الرئيسي بوجود، يعني هو السرطان اللي في المنطقه كلها، يعني دوله محتله ودوله غاصبه وقاعده تفرض ارادتها على الجميع وتتحكم في شعوب المنطقه كلها. فهذا السرطان يعني صراحة الكل والجميع بتمنى، حتى يعني أنا أقول لك على مستوى بجوز الناس اللي بتعاونوا مع هذا الاحتلال بيستنى في اللحظة اللي يخلصوا منه، يتخلصوا من هذا السرطان، لأنه هذا يعني احتلال يعني 100% قدر، يعني بجوز قمة أمنياتنا كشعب أردني أو فلسطيني أو عراقي أو سوري أو لبناني، يعني سبب مشاكل هاي المنطقة كلها اللي هو السرطان اللي اسمه احتلال إسرائيلي، عرفت كيف؟ وبإذن الله إن شاء الله يا رب تتوحد هالشعوب وتتحرر فلسطين وترجع العراق عراق وترجع سوريا سوريا وترجع اليمن يمن والمصر مصر، والحمد لله برضو بلادنا هون الخير والأمان يضل علينا وعلى الجميع يا رب. آمين آمين. كل عام وانتم بخير. بتمنى للكل إن شاء الله رب سنة حلوة كتير سعيدة والكل يضل مبسوط، وشو كمان إنه هاي الحصارات والحروب كلياتها تروح إن شاء الله تتحرر فلسطين يا رب، وإيش كمان إنه خلص تهدأ وضع البلد وكل الناس تبطل إضرابات الرابع هذا والعف العام يطلع مثلاً الوطن العربي الإسلامي كليات إن شاء الله يا رب. أصلاً هو لازم يعمل إسلام في الكل، لازم الناس تفهم الإسلام صح أصلاً عشان كل هاي الحروب تنفك أساساً، وإيش كمان يعني هيك شغلات إن شاء الله بقدم البرنامج يظل مبسوط الله يرزقه يا الله ان شاء الله كلياتنا يا رب اجمعين. بتمنى انها تكون حياه كثير احسن للاردنيين، بتمنى يكون فيها الاقتصاد صار فيها عالي، تروح موجه الفقر يعني وتتحسن الاوضاع الاقتصاديه اهم شيء، وبتمنى تكون سنه خير على كل الاردنيين خاصه وتنحل الامور البلاد العربيه، وان شاء الله تكون يعني شيء خير لنا يعني اكثر من هيك.